كيفاش خويا ودرتي ديك الضحكه بحال هكا؟ شنو زعما انا ما قادرش نعاونك؟ وانت تنها فرصه يا ريم والله تندير على ودك اي حاجه. هاو اللي موت. الو عرفتي شنو؟ ايوا دابا العائله تجمعات. تبارك الله على السي سعد. شكرا بارك الله فيك. واحد مش قديم تشرب منا واجي نعاونك ملي كدير بحال هكا. كنت انا باش منك عبد الله ديما كنعاود على نفس السيناريو. كلشي اللي بان غير خويا راه ما عمرنا غادي يكون. دقيقه الا كان ممكن. واه خويا كلاباس وقتي ديال الوقفه هادي. لا لا والو باس، بغيت نهضر معك واحد شويه الا كان ممكن. فاش تهضر معايا بالسلامه اخويا؟ لا لا والو باس، ماشي بعدا. شفتك اليوم خرجتي بكري من المدرسه. فاش خرجتي بكري من المدرسه؟ واش منيتك؟ فاش دخلتي معايا الحاله المدنيه؟ فين كتعرفني اصلا؟ انا عارفه لاله هادشي هيجيك غريب. غا هي نطلب منك طلب واحد، الا كان عندك الوقت نديرو كافي انا وياك. كيفاش كافي؟ اش بينا وبين كافي باش نمشي معاك شي كافي؟ اسمح لي راك غلط. لا لا شوفي شوفي ما فهمتك لا غلط لا والو، غير صبري شويه وغادي نشرح لك كلشي. شنو غادي تشرح ليا؟ فراسك خلعتيني، جيني من الاخر شنو بغيتي؟ خليني نمشي لدار راه تعطلت. الا ما عندك مناش تخافي، انا اصلا قلبي مسلم ونيتي صافيه وقصد غير الحلال. انا كنعرف اللي كيبغي الحلال ما كيقصد الديور، ما كيوقفش بنات الناس بهذه الطريقه هذه، وهادشي راه ديال الدراري الصغار وزعما كتبان لك بعقلك. اي اللي عندك الحق، هادشي ديال الدراري الصغار، ولكن هي الطريقه اللي بنت لي انسب راني درتها، وانا مستعد نصحح الغلط ديالي. كيفاش غتصحح الغلط ديالك؟ انا لا ما عمري غادي نخلع لك الوقفه هادي، وغادي نقص الدار الا كان ممكن طبعا، ولا رضيتي بينا. ومن تناول الحلال انا غادي نوريك الدار ونقصد خويا ويكون على خير ان شاء الله.
لا لا ما تحتاجيش تورينا الدار، انا عارف الدار وعارف كيفين كتقراي وعارف صحاباتك وهذه سيمانه وانا تابعك. بنتي لي بنت الناس وتستاهلي، قلت نوي معك حلال. وسيدي من عارف الدار ما كاينلاش نطول معك، يلا بسلامك. ولا اجي انا غير النمرة بعدا، ولا هذه ما يمكنش. انا غادي نعطيك النمره واخا ما عمري ما عطيتها لشي واحد، نديروها في يد الله. قيد عندك. اش بالك اولدي في هذا الهضر اللي قلت لك؟ ما كرهناش اخي الطور، شو كاين ديك الفلوس اللي قلتي انا ما كاملهاش عندها، شو كدير ليا؟ شوف اولدي، لك شي بغيتي تمشي قولها ليا، ما كنتيش باغي تمشي كاين الناس باغي يمشيو اكثر منك، ولكن انا ما بغيتش ندوزك. اش غادي نقولك اخي الطور؟ كلامك الاول كبير، انا لا اليوم ولا غدا نرد عليك، المهم نحرر ونشوف الرد تاعك باش ما كان. صافي ولدي سير الله يسهل عليك. صافي اخي الضو، شرا معول عليك راه انت اللي تصوفيني اخي. صافي انا مشيت اخي. سعد شنو درتي يا صاحبي؟ ما محشوفه مازال باغا ما تعطيش لافير. اه خليها الله اخي الجوكر، قصه قصه هذيك محجوب. ويلي شبعان قصاصه سعد انت يا ياسر. عاود الناس من دوز الوقت شويه صح. خويا الشوكا لا بدو معايا لا محجوب بزاوك خيك، المهم مدمار جايه فيا دابا بعد من هاني يا غزال انا بعد منك صح. اش كنتي صوني لي ناس صاحبي والله ما نتفك معاك، عاود ليا بالله يا خويا بول فين هاني؟ الله يلا بخير الله يحفظك. وماك شحال بالخاطر؟ وبان عندي اخويا راه بغا يشك، بان عندي. اه مبان عندك خويا، فين اجي عندك؟ يلا نتقاشع في البلايصه. يا صافي بلايصه، المهم انا خويا حتى نكون عندك ان شاء الله. الا ما نتعطلش يا حي. كيفاش اخي سعد؟ من المحجوبه؟ يا ودي يا محجوبه يا محجوبه قال. المهم اخي سعد وانا مشيت سلم على محجوبه. عندو والو، شنو بريك هذه وخبي ولينا. صباح الخير. امالك محجوبه في قناه الصباح هذا ياك لاباس؟ وراني لقيت واحد البلان، واحد الهوشه ناضيه ولد العبد. واتجي لهنا قولي لي شمن ناضيه شنو الهوته هذه؟ بيني لي. وانت راه تعشت مع واحد الشارف عنده الفلوس اخويا. وانت تعشت مع هذا الشارف وانا مالي؟ قولي لي شنو هي لافير انا باغي. مكلخ ولد العبد، هو راه الشارف هو لافير. قلت انا ما فهمتش، فهميني الله يرحم الوالدين نعرف. خونا عنده الفلوس. نرصدو لك انت وسعد ونطراطيو لافير. ودابا فهمتك وصاحبك انا مكلخ ما تنفهمش، ولكن المشكل اش فيه كاين؟ هو سعد واش يبغي يضرب معنا هاد لافير ولا لا؟ من نيتك حتى نتايا سعد راه ما عندوش فلوس، سعد راه يبغي يضرب معنا لافير. ودابا راه عرفنا ما عنده فلوس، ولكن سعد راه تيغير عليك ونخاف يدير لنا شي مصيبه. وما عندك مناش تخير، ترى ندوروا بجوج كلمه مني كلمه منك وما يكونوا الخير. واش غنقول لك اختي؟ واعلامونا يا لا اختي نشوفوا هاد السعد يا لا نشوفوا. وفين عمك؟ وفين عمك؟ وفين عمك؟ وفين عمك؟ شحال بخير؟ اسمح لي اخو الجوكر عاد بشكل عايش بشكل شاب. لا نجوش هكا العيان اصاحبي، شحال بالخاطر مالك؟ انا مالك؟ غادي نقولك خاي الجوكر انت اخويا وانت مخبي عليك والو. صافي اخاي راه حقك توصلت فيا فين باغي، داك البلان اللي كنت قلت لك عليه صافي اخاي غنغيرها من هاد البونت هذا. افكار مزيان صاحبي، صافي 100% ولا شنو؟ شو كدير وريح صاحبي؟ تخيل راسنا هنايا. وما كرهتش اخو الجوكر، انا راه مبغيش نخليك هنا، ولكن اخو انت راه عارف هاد البلاد هادي راه ما عطاتنا والو صاحبي، راه تقهرنا معاهم في هاد القنت هذا. اشنو دير اخويا؟ لا تمشي معايا. كعارف راه هاد البلاد ما منا والو صاحبي، راه 95% ديالي الفلوس، راه حنا اللي منا ندير فلوس، حنا كاسين بغينا الفلوس تجينا صاحبي. ما كرهتش نمشي معاك والله ما كرهتش، راه عارف خو دري شكون يحضيها. انا اللي عندك. واه صاحبي انت دايرها لك هذيك الخو ادري راه عرفتك وما كانش اخو والله ما نسمح فيك بالله نديك معايا اصاحبي. وانت تشوف اخويا راه ما كرهتش كون جوجت والله تمشي معاك بالله اخويا. راه اش نقول لك ما نحبش لك رزقك انا، انت مقرر مقرب والله يسهل لك اخويا تي لا مول واخا ما صاحيش بك ما عندنا ما ندير. اش غادي نقول لك خي عطيف؟ انت راه خويا عيطت لك خير اخونا باش نقص لي صريف وما كاملش عندي هذيك صريف اصاحبي، هذاك الشيء علاش عيطت لك قلت له عطيف ولا يتعامل معايا. واش غنقول لك اصاحبي؟ والله ما عرفت شنو نقول لك اخويا. كنت جاي ماشي صريف اخويا باغي نحرك بيد الحركه شويه. والله موفق انا عارف ما عندك تا واحد، انا ما عندي تا واحد، حنا راه بجوج راه مولي كاينين. واش غنقول لك؟ داكشي اللي عندي راه عطيه لك وسير الله يسهل، ما تمشيش ما تنساناش اصاحبي.
شناهي نساك فرحتينا اخو عبد الله ما نساك ترى اخويا وما ندوزكش ترى انا وصلت تما ندبر على راسي واول ورقه هبطيه ديالك طالع عندي انت واش نقول لك اخي سير الله يسهل عليك وعندك هاد نساني والله نطلع عندك شي مهارك ونجيب لك ونردك للبلاد المهم نعرف غتمشي على مني قبل شي يومين شي لعيبه نوجد لك الامانه غنخبيها فواحد البلاصه صافي المهم اخي سريف خليني نخبي عندك بما عيطي يا خونا مازال ما عيطتش ليا فهمتي وانا راه نمشي نحرر شي لعيبات نزيدهم المهم نتلاقاو حنا اليوم في العشيه ولا غدا اخي صافي صافي يا عمو سير يلا سير انت خصك شي حاجه قرص عليا راه جيت لعندك تليفون بينا صافي يلا سير يسهل الجامعة خونا ناعس غادي ما تبدا وتصفي قصه صعب ماك صعب فق معنا صاحبي وانت ديما ناعس بحال غلاله ما نجويش لي غلاله احترمتك حد الدريه ديالك راه حتى بخي ولد العبدي علاش جايبها معاك بغيتي تخدم اي شي حاجه عجيب بوحدك وكنت ناعس صافي نصيع عليك راهي تضحك معاك محجوبه عاودي له لافه من لافه باغي ندخلونا فيها صاحبي واسمعني اش غنقول وانت كتجرب بحال صوريك وراني تعشرت مع واحد الشارف بانت ليا فيها لافه وانا رصدو ليكم وانتم راكم فاهمين ولد العبدي تبغي براش تلقى مع شي شارف؟ لا اخويا اخويا قالت لك شارف ما شارف هوتا ما فهمت والو صاحبي انايا وهادي راه ديالي راك عارف مغرب عارف كرة ارضية عارف ديالي واخي انا الزوجية مشي ديكلاري انا دابا كلشي مشي للحبس ودابا من الاخر اضرب معنا لافير ولا لا؟ واش نقول؟ في ما كانت محجوبة انا كاي ومحجوبة هادشي كامل ناقصنا طوموبيل بغيتي طوموبيل وطيارة نبطوها وتاش من طياره وخلينا دابا من التفاليه واش كاينه شي طوموبيل ما كايناش ولكن نحضروا دابا صافي واش نعول عليك اسعد معاش الوقت عولوا عليا كاينه الطوموبيل معاش الوقت قولي لي اختي معايش لافير صافي انا شويه نصون لكم نزكي معاكم الامور صافي صوني ولي انا معاكم انا يلا دوز حيد انا نمشي نزكي لكم لافير مع الشارع وانت اخي ولد العبد هذا عند الشارف مخليه انا حنا ودي اخي سعد وراه كاع بنات اليوم وتيحماقو على الشراف راه هما اللي معاهم لافير نموت انا ولد عبد واش انتحر انا نموت انا قول لي واش انت نموت ولا انتحر اللي قلتي نديرو انا قول لي شنو ندير وصافي انسى سعد خلينا نضربو هاد لافير هذا ونرجعو فحالنا واه شتي اش دير ماشي مشكل انا نبيل هادشي اللي كاين اختي ما عرفتو منين تسلط عليا دابا حتى واش نقول لخويا ولا لا وصافي ديرها في الله وقولها ليك سيدنا وي معاك غير الحلال الا ما نقول لي والو صاحبتي حتى شوف السيد متاكد منه واش كيهضر بصح ولا لا واختي اللي بان لك انت عارفه مصلحتك فين كاينه صافي دابا سكتي خوك جاي ايوا ما كنتش شفتو نتوما تسكتو كنخلع انا بوعو لا والو خويا غير كنهضر انا وريم عندها شي مشكل وكتعاودوا ليا ويلي لا ريم عندها مشكل ولا عندك شي مشكل انا معاك نوقف معاك ياك لاباس توقف معايا لا لا شكرا خويا عبدو سلام اجي كيفاش خويا ودرتي ديك الضحكه بحال هكا شنو زعما انا ما نقدرش نعاونك وانت تنها فرصه ريم والله تندير على ودك اي حاجه خويا عبد الله ديما تنقول لك اخوا راسك من هادشي انا ما دايركش كاع في بالي زيد انا في هاد الوقيته مركزه غير على قرايتي يا خويا بالك من هادشي عافاك شتي انت اللي عندك القرايه في راسك انا راه انت اللي عندي في راسي شي حاجه اخرى راه ما كايناش وعاجي واحد النهار ودخلي راسك باللي انت هي ديالي ما بقاش نهضر معاك بس نفس النهار كنبقاو نعاودو كل خطر كنقول لك غير كتهد براسك راه ماشي ديالك راه ما تصلحش لك شحال مره قلت لك ما تصلحش لك وشحال مره قلت لك انا الشيء هذيك ديالي ومنها نخلع هي دي انا يا دي سدر زيد قدامي قبل نعوجك بشي ضربه زيد زيد صح واش حنا نبقى واقفين هنا هادي الترابيزه وبين لي يا اخي ما نبقاش واقفين هنا قلتينا انا ويا تهدي متى وتهدي وبيل Thank you.
سيري 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 حيد عليا من لهنا. اصبر على رفقك ما لنا شافرينا ولا ترجع بها لكم امكم لفرنسا هذي وتحيد علينا من هنا ديما راهي اللي نحيدو. اصبر على رفقك هذا خدمة سادي. مشكلة وانت ود العبدي مازال الطيارة معلم حيد حيد علينا من لهنا وتطلعت علينا. واش جات تشوف اخويا ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا. الو الو فينك صاحبي؟ انا حداك ماكش غوشه من الصباح تنسين فيك انا هنا. صافي مزيان فين هو ولد العبدي؟ اه وحده يا ولد العبدي بالك ولد العبدي احنا بلناش لك كاملين وصافي نتلاقاو في الزنقه شمنيه. شوف انا كنا هبطت من تما جايه وجد راس زنقه شمنيه. يا دابا 5 دقائق كل عندك جرب الضحيه و وحلاف يلا دابا تاع تاع يلا زيد زيد بين ورا. كيما تعطلت عليك الحاج الله ودي شكونك تعطلتي عليا؟ ما كاينش غرام ديال المشكل من الناحيه ديالك. وصافي يا مشاف انا راه جاني شنو تخلص علينا ما ناكلو. الله يا ودي طلبتيها رخيصه شنو تشها الخاطر. واه منين هكايا كي تشوف عسيدي ما غاديش نكثر عليك. اسكيتي فيه بحال فيه توكله ولكن ما يكون يخافك نقلبوا عليها فين ما كانت نحضروها. ياك بالوغ فازي نقلبوا عليها. هاد بالوغ فازي هي غتكون شي ماكله مزيانه ونتوكلوا على الله شحال ما كانت نحضروها. يلا يلا زيد زيد. ما عرفتيني زعما بحال عثمانيك؟ هي لالا عثمان وكي دايره صافا مزيان لاباس عليك؟ الحمد لله. قولي لي لالا انتي داركم بانني جاي نخطب؟ ماشي دابا تا مدخله بعدا راسي غنقولها للدار. ياك يعني انتي هادشي مازال ما مدخلاش لراسك؟ لا ماشي هكاك حيت شي جا على غفله ومكنتش ضاربه لي الحساب داكشي علاش. واخا اللي بان ليك انا ما عنديش مشكل تا من غدا بغيتي نجي للدار انا مساعد. وصافي ما كاينش نزربو دابا خليت نتعرفوا على بعضياتنا ويكون الخير ان شاء الله. واخا تعاد شنو قالك غدا نتلاقاو ونهضروا شويه؟ واخا ان شاء الله. يلا نخليك دابا حتى الغدا ان شاء الله. يلا بسلامة عليك. يا سلام عليك بغيت نخصيكم بحال ديال الكوزينة. اجي تقولوا نسيتي نفس الصوصة اللي قلت لي غنصايب ليك. لا لا شكون اللي قال لك نسيتك السلسله؟ راني حاط عليها نجيبك شي مضمه. لا لا تسالي ما اكثر. وانا ما بغيتش المضمه انا قلت لك غير السلسله جبتها ليا ولا ما جبتيهاش؟ لا لا راه السلسله راه كاينه نمشيو بعدا ناكلو بازي ويكون خير. حنا غناكلو هاد بافازي ولكن الفلوس الفلوس عندك هاز معاك بعدا فلوس باش تخلص. لا لا الفلوس موجوده الباكيه كاينه ولا سالات الباكيه نجبدو 16 شيكاش. هذه هي زنقه 8 يلا بعدا راه جاني الشور. يلا هنا فين الشور؟ هما صحاب صحاب وات كايس وات كايس تدخل الواليد عاد تخرج علينا ها وسعد وات كايس ها يا ولد شويه وات كايس وات كايس وات حمقنا وات لا 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 وات كايس ها هو اللي مونتي وات كايس درتها تدخل الوالدين وات ما تشوفش السيد واش مات اصاحبي هو اللي خرجتي علينا طيفنا للحبس. شوف شتي واش مات اصاحبي. اخويا اخويا عفيق اخويا هو اللي ما بقينا باغيين لا لابيض ولا اخويا اخويا. شوف اولاد عبدي انا ما معرفكمش راه تعرفوني ما نعرفكم ما معرفكمش اولاد عبدي ما معرفكمش ما معرفكمش. انت كيفاش ما معرفكمش؟ انت كنت سمعت كنت جاب لنا هذا الشيء. والحمد لله راه السيد راه باقي حي. شوف ها الحمد لله الحمد لله. الحمد لله باقي حي. الحمد لله والحمد لله راه باقي حي. وانت شنقول لك بقاي معاه بقاي معاه تما الا حد علينا منه. انت اش درتي ولد مسخوطه وانت هبط وانت هبط شد مع السيد انا 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 ما ماتش باغي نقتلو انايا انا
واش غاديروا دابا ولد عبد؟ انا ما سوقيش. شوفي معايا سعد ولا ما سوقيش هاد المصيبه. ما تشوفوا معايا سير ديري شي فستاناعي ولا شريو ليه بصله ولا عطيوه السوارات. اختي ديري لي شي حل خلينا نشوف حالنا من هنا. تاش من انا فستاناعي صاحبي ديال البلاد وخرجتي عندنا صاحبي. فيق فيق خويا شوف الحاج المهم الحاج محجوبه. سعد دي ماري لا فحالنا. انا محجوبه باقي عايش انا باقي حي انا صاحبي شي مالي باقي شباب انا نسير لك باص يلا زيدي سير لك باص ولا طيب قال لي اما لك المصيبه قلنا لك صافي صافي لا طايشيني في هذيك الطانوبيل لا طايشيني وشوف واش خسرنيش برا وجوله شوف فوق 10000 انا معاك يا الحي يلا وانا في عشيه ندوز عندك ياك بغيت تخرج علينا اما الكاوس بغيت تقتل السيد صيفط هاد الحباسات انت تتحماق على هذيك المحجوبه بغيت تديني انا معاك صافي يا صاحبي ما تبقاش ترعد عليا ولد العبد يا صاحبي انا كنت باغي نقاتلو صاحبي انا كنت باغي محجوبه صاحبي تاش من محجوبه ولا ملعوبه اصلا انت تقبتي معها الورقه وهاد لافير هادي هي الاخره اللي غادا تكون بيناتنا وبينها ما ناويش ولد العبد انا يا صاحبي الطوموبيل ما فيهاش فران اصاحبي والتسير قال ما فيهاش الفران تا عشتي غادي مع محجوبه حسيتي كاع هادي غيره فيك ما حملتوش ها تمشى لي مع محجوبه ماك حمق والله تنقاتلو والحمد لله اللي خرجت سالمه اخويا اسمع نقول لك اخر افير غادي نخدمها معاك وهي هادي تا خويا الحمق ولا مرشرش اخي تصيفطنا للحباسات لا لا خويا اخر افير شنو اخر افير يا لا يا دي ساعه تربح دور لا انت لا محجوبه اش تعطيونا اكسجين ولا ولا اخي ما تعطيوش اكسجين وانا عقل عليها هاد النوبات وقف عليا نبين لك وانت اخويا انا نوقف عليك ما تعاملنيش دور اخويا ما تغيرنيش دور باش ما تغيرش انا وياك اخويا ولد العبد اه تا هاد الهضره معقوله واحنا نشوف سير اخويا سير شنو تعطينا كاع تبن الله يلا مشى بالله ولد العبد ولد العبد شنو بغيتي يا اخويا شنو بغيتي؟ شنو يدري الله يحنع والله ما عندي شرية غالب الله والله ما عرفنا منين نشدوك اخويا والله كتقطع في القلب بعدا يا طيبة يا دوا العين محجوبة الو اختي محجوبة محجوبة؟ الغدار بدا نجيو نجيو اختي محجوبة مشاو بعد كاين ما يدا غدا غدا ستة نكونوا عندكم صافي مشاو كيما دا مشاو اصلا ما كاين ما يدار اخي ولد العبد يعني نتحركوا دابا الو وفينك انت طلتي عليا مصور كتسنى لي صافي نسالي انا شويه نكون عندك يلا يلا انا كنتسناك فين قلتي لي وما تعطليش يلا شوف اود العبدي انا عارفك نشايه مع عليك والو نشا نشا داك المشموط اللي ديما خارج علينا نشا داك الهبيل وجا صاحبي الشارف سيمانه وانا غادا كنطيب فيه غادا جايه معاه وكنطراطع في البلان جيتي نشايه خليتينا خارجين بوالو ضربتي لنا كلشي بالزيرو غلطت محجوبه سمحي لي الله يسامحها محجوبه غتكون هادي هي اخر مره هادي دنسة ولد عبدي على وجهك اما نشايا سعد اش عاود المره الجايه راه ما غنتفاسلش معاك مزيانه ياك مزيانه اللي قالت محجوبه سمر وعسل وصافي يا سعد وزقي معانا وصافي الدراري نعول عليكم المره الجايه وصافي محجوبه انا معاك صافي احنا نشوف Hola. Hola caballero, ¿qué tal bien? Mira, está. Vale, está bien. Vale, hasta luego. ¿Qué es eso, Widad? La joder. ¿Tú me mandas un cachorro con el frío en el cuerpo? ¿Sharbo, sharbo? ¿Aló?
Oui, ça va. Alors, on a quoi fait cette affaire? Ouais, tu m'as dit rien, sahbé. Traitez meilleur. Eh ben, on verra. Ok. Allez, à plus. Au revoir. Ça, fais-tu chez Haj? فهمت صحابك مكلخ بحالك شنو فهمت يا اخي مكلخ شد دوي بالفرنسي سكيري نانو بالان نو بشنتي بكان لي بلا نانو بالان دي بغني بجندك بعني منا بسنايا بجا ما بسن درت لا معك بالمانا دي بغنو بكانك بلا نشوف لك عطاتي فصا نير بسنايا بلا نير بغنو بلا معك بالمانا يلا غدر عبد عبدي صافي انا جبت الرامبوس ساليت كمل لقاك ما تكمل صافي شبعتي صافي ساليت يا ولد عبدي تا غدا تباس راه صار لي هيا تجوك بالك بربي تاع الحجوبه صحي لنا وصافي يا محجوبه ان الله غفور رحيم ماشي مشكل غدا انا صنعت لك ولد عبدي سير سير هذا نقرا بقتلي يا الله واخا تعقلتي عليا اليوم لا ماشي مشكل ندوي تاعك والله لا غير سمح لي راه بزز باش خلص راه اول مره كندير مع خويا هكا فيتو خرج عاد جيت انا لعندك ماشي مشكل لا انا حاضر الحمد لله بدا غير مين شفناك غير سمح لي بالمراسه فاش نقول لك القهوه ديالك زوينه بزاف لا ماشي ديالك استعمل القهوه ديالك ايوا ها هو فرشنا يا سيدي عثمان بسم الله شكرا صحه وراحه سي عثمان اش يقول لي بعدا وكلتي هادو ولا نسيتهم بحال ديك المره لا وكلتهم سي عثمان يا تبارك الله تبارك الله ماك مخبيني القهوه ديالك اختي نضربك بالعين لا مشي هكا فهمتينا غلط غير ما كاين لاش نقولها لك وصافي ايوا اسمح لي انت واللي بغيتي سي عثمان ياك ما جاوكش شريبه د الماء هلا قبل خدمتك وما تحتمنيش معاك ليا اجي بعدا صربي شي حاجه لا انت معكم على القهوه كنشربها شي حاجه الا كان هكا يلا نمشي نوريك داكشي اللي قلت يلا نوض استاذ عثمان وما تنساناش يا خويا اللي جابوني دابا جيت شي مقصود انا دابا شندير والله ما عارف اللي جابوني علاش جابوني اجي بعدا فين هو ساعه واش انا مالي مساء انت جابوا لنا ريحه ما عرفش انا فين هو هذا السلام تبارك الله علينا لا بجوبه العروسي الناس يقراو اللغات باش يستافدوا ويخدموا ويحققوا مستقبلهم وانت قاري لي اللغات باش نسبع على عباد الله ما خليتي عرب ما خليتي كور واش شنو ما قلتيهمش حق الرب ما دايره شي حاجه ولغه جديده هادي حتى هي واخا بلاتي تسني وانت السي باكمان ديالهم اما خليتي سطوحه ما خليتي ذهب ما خليتي نقره قول لي بعدا داك مسعود ولا ما عرفتش فين هو داك مسعود الثالث ديالكم فين هو سعد سميتو سعد الشوق بالحال حالك كرسي الدار تفرقت معاه حتى جيتو جبتوني انا لهنا ما عرفتش انا تاع علاش جيت لهنايا الشوق قد ترعد عليا تما كاين ملي كتكون كتشفر الذهب والنقره ما كنتش كترعد ايه وانت يا انا والله اش جبت عيطوني واحد قرب واش ما دير شي حاجه اقسم بالله اش وانا براسي كان عندي واحد الذهب في السطح ومشى ليا اش والله تاع مني ما قرب على الذهب تحطوه في السطح تبقى تنزع عليا دابا قولوا لي فين هو سعد فين نلقى سعد فين نلقى في الحمام زنقة الحمام وحق الله جبت لك ايه زنقة الحمام حتى الحمام الشر الحمام الشر وحق رب الاله عزيز الحمام وحق رب الاله عرفتي وقع بك تسلموا عليا والله تنعيشكم في الجحيم بجوج بحال واش خرجت لك خرجتو عليا ها انت يا لالا كي جات انت؟ ويلا زوينه دخلت لي الزول الباب ما خدي وبنت مازال ما كملتش في الصلاح ولكن قلت حتى تجي تشوفي انت هي لا عجباتك هي هذه ما عجباتكش نبدلو ونشوفو حاجه اخرى اللي مزيانه والله الا مزيانه اصلا ارتحيت لها اصلا شوف دابا تعطلت على خويا باش نخرج مره اخرى خصني نمشي صافي صافي يلاه زيد انا نسيت معاك شوف
عن هذا المطافين وما فهمتش هذا العبد هذا صح ناري ياك ما يكونوا شي ضربوا عليا شي افير ما على باليش مش اخويا الجزر داير انت ما تقطع على فيه شكون هذاك رئيس يلا كتجي عندك دابا والله الا كتجي لعندك طلع طلع عندي انا بغيت طلع السياسي نهار تصفرات لي الطوموبيل كتجي لعندك اخويا ويلي وقتاش وقع هادشي هذا وعاد البارح في العشيه السياسي ودابا المشكله مشيت قلبت التسجيل لقيت واحد جوج دراري ومشيت سولت عليهم لقيت واحد قال لي سميتو سعد وواحد سميتو العبدي بحال هكا ولد العبدي ولد العبدي ولد العبدي راه عندنا في الكوميساريه دابا وهاد سعد اللي كتهضر عليه لقيت انا خارجين دابا كنقلبوا عليه والسياسي ما كذبش عليك راه هادشي اللي وقع راه انت عارف دابا انا الاهميه اللي عندي ماشي ورق عندي في الطوموبيل غير تهنا ياك انت عندك تسجيل عندي تسجيل ومتاكد باللي هما بجوج عندي تسجيل وفيهم هما باينين بجوج اش غدير سير جيب لي التسجيل تبعني للدائره وانا تلقاني تما كن ديك الساعه نقضيو الغاره الله يسهل عليك صافي كون هان تهنا بزاف اللي خاصك بزاف هاني اخو هاني بخير يلا لقيتيني دخل جا سمحي لي تعطلت عليك عارف راسك غيضرك ويا اختي غا صدرني وحق الله قولي لي تلاقيتي معاه كي بان ليك بان لك شي معقول ولا والو قولي لي مشينا وتلاقينا ومشى وراني الدار وانا تيبان لي السيد معقول زعما غير نتوكل على الله ونقول لعبد اللطيف ايوا صافي قولي يا الخوك مالك يا صاحبتي مرعوده السيد ما قالك والو انا غير الحلال نارع صوتيني يا الوقت هذا مخليني ما حد شويه الزعمه فيا يلا نمشي نقول عليه يلا سيري دابا بسلام من بعد عاودي لي صافي يلا بسلام بالسلامة باش عارض كبير مالك هيك لاباس لا لا والو خويا بغيت نهضر معاك وصافي عارف واش كنت كتهضر بحال هكا داير شي مصيبه ولا باغا شي حاجه الله يسمعنا اخبار خير لا لا ما يكون على خير ان شاء الله هنا نشوف يا الحي انا شويه ونجي عندك انت زعما دري صاحبي نتلاقى معاه نعطي شي حاجه وديك الساعه نجي عندك يا الحي يلا بسلام كنعيط لك اصاحبي جيب لك اسمح لي يا خويا تعطلت عليك راه مابقى ما يجي في هذه البلاد هذه وحق الله راه كاع واش انا اصاحبي ياك لاباس غادي نقول لك اخاي الجوكر راه عذبك الديز من الحومه وبلي تما واحد بروش كريسي واحد السيده لا حول ولا قوه الا بالله الله ياخذ فيه الحق اخاي الجوكر في هذا النهار اخويا تنقول لك هادشي راك شير دابا عاد شاف زنقه اللور شنو درتي شي حركه عطيتي انا مشي قالت لا عاونتي يا والو اش غندير لها اخويا الجوكر داكشي راه شتوها من البعيد انا راه نمشي نفك الصدق جايه فيا شي ضربه شكون غيعقل عليا انا اخويا الجوكر حتى واحد ما يعقل عليا والله ما كذبش البنات ما بقى فيها ما يعجب راسك قدك قداش وخايف على راسك فين كاين واش انا في الدور راه خليتهم باقي تما تمشي معايا ولا تبقى يلاه نمشيو اخويا اش ويلي فين هذا سوا ولا مشيت مرتبه شي زوينه ولا تلقى هذيك البسطه ملي عندك ما تطلقيهم شنو ما نجيش فيك شي تخسر ما بقاش بكري عليا فيك الحق اخويا شربي صافي هادشي اللي خديتي ليه خويا هادشي اللي خديت ليه راه ساعه وانا معاه وانت اصلا مالك سوقك ما تقدر بزاف هادشي ديتي ليه واش ديك انت تصور ديك لا تليفون وبسطه والله ما داير شي حاجه والله هادشي اللي عندك اختي اخويا هادشي اللي خدا ليا اخويا اخويا الجوك تاك هادي صافي نمشي الكور صافي سير اختي هادي انت راجل انت ياس خويا الغالب والله راه ما عندي ما ندير خويا اصلا كبيس لي شحال هادي
لا حول ولا قوه الا بالله. وسير بيع البيض، هز الصنادق اصاحبي، هز الصنادق، بيع البيض، دير السماطي، دير اي حاجه عجباتك، المهم حيد من الطريقه ديالها ما تخرجكش. اه مول البيض اصاحبي، ترجل اصاحبي وبلاد بلا مش طراجه. الطريق راه اسمح لي يا خويا، الطريق راه والو اصاحبي، والله ما تخرجك بشي بلاصه. صافي اخر ما تعود كاع تشوف الحومه اصلا. صافي اسمحني يا خويا، صافي ثانيا تعاود شوف الناس سبق شقصح. سير يا ناس، سير ما لي الحركه ما كنديرش فيا يدك يا صاحبي، دير يدك عجينه هو، سير وسام الله يهديك، بس ما راه دراوش مساكن الله يعفو عليهم. انا ولد عبدي ولا محجوبة. دائما تواعنا شي جاوبك، نبكينا فينا. تا هو سعد؟ انا هو سعد. ومالنا اخويا على هاد الخطايات؟ هبط هبط ندوي معاك. اوا هبط اخويا، ياك لاباس. ياك لاباس؟ انت كاع الزبايل درتيهم وكتسولني ياك لاباس. انت مالك؟ مالي؟ انا ولا غنقادك ان شاء الله. ضحكتيني، بغيت تقادني الجعبه، سير اسعد. جبات معاك لاسيك وفيق، راه معاك البوليس، انا نشوف شنو عندك هنايا. بشويه. بشويه، انا نوريك بشويه كي داير. بريكه. هادي شناهي؟ لفافة. لفافة؟ اش كدير بهاد اللفافة؟ أنا نوريك خدمتي شناهي. دابا ما بقاوش نهضرو بزاف، يلاه زيد قدام. وين نزيدو؟ صافي زيد قدام، راه غنبدا نزيد. أنا كنتي داير من بوقع، أجي أجي أنا جينا. ما قريتيش اليوم ولا شنو؟ أويلا غصبت أصاحبي، ربي نقرا لك الصباح. قلتيش عليا أنا راه تخاطر ليا، ما بقيت عارف نسبش من الاثنين من الحد. ما علينا، هيك لاباس، مالك؟ شنو خصك؟ لا والو، ما خصني حتى شي حاجة، أنا بغيت نهضر معاك شي موضوع وصافي. هو ادري خلاص شي ما يبغي شي حاجه خصك تبقاي ديري بحال هكا. ادري هاني مش خصك فلوس، قول لي نعطيهم لك. مالك؟ لا والله ما خصني شي فلوس ولا شي حاجه، بغيت نهضر معاك شي موضوع حشمت. انت قلت حشمي جيه، انت ادري قول شنو بغيتي انا والو، ولا بغيتي تعصبين؟ باقي انا خلاص خليني نمشي بحال هاد الدري كيتسناني. صافي صافي، وانت غير على السبه، بغيت ندوي معاك، راه واحد السيد بغى يجي يهضر على وديتي. شكون يهضر على وديتي؟ ادري معايا مقاد، قول لي شنو كاين، اجي واحد السيد يهضر على وديتي، شكون هاد السيد هذا؟ ادري مقاد شنو؟ وصافي انت غير معصب، قال واحد يحشم في الدار، ماما واحد السيد راه بغى يجي يهضر معاك. فاش يهضر مع هذا السيد بالسلام؟ ورا بغى يجي يطلب يدي منك. هاي هاي العفريشه كبرات، صافي ما تجوجي سخيشي بينا صافي. لا خويا ماشي هكا، كلشي دابا دير لي تعني بالضمير، صافي بقيت لي بغى لي زواج لا والو صافي. وما بغى دير كتعني بالضمير لا والو، واش نضحك معاك، وصافي قولي لي مرحبا بي، بقيتش بغى يجي. وقت اللي بغيتي يجي انت، انت اللي تقرر، ما بغيتيش كاع بنفس. وصافي ان شاء الله ديري معاه السيمانه الجايه مزيانه. صافي اخويا مزيانه مخيره كاع. وصافي الله يسخر الامور، وانا غادي نمشي ونجي حتى الله في راسك صافي. ماشي شي حاجه عيطي لي، كبرتي يا العفريت. ها ايوا دابا العائله تجمعات، تبارك الله على السي سعد، مرتاح بدا بخير. قبيله جالسه تعطر عليا وتنفخ، انا ما داير والو، انا بقول شنو ما درتش. شنو داير انا هشام؟ ما داير والو انا، قول لي شنو داير؟ علاش جاي اصلا انا؟ ما عارفش راسك اش داير؟ راه محيجي باع وداك لينا كلشي، كلشي قالتو لينا بالحرف الواحد. شنو قلت لك انا هشام؟ والله ما قلتيش انا هذاك، اقسم بالله ما قلتيش، عاد غير كيكذب وقتيق ليا بعد. كاش الحجوبه؟ سمع سي بعد الرئيس، تقبيه هي بريئه، انا وهذا اللي داير كلشي، مازال ما تزالني بكي الحجوبه. اش داير الحجوبه؟ انا ما دايرين والو، هي اللي دايره كلشي. ياك اواد العبد، ياك اخويا، يا هكذا هو خير اخويا، انا درت شي حاجه، ياك انا غير تابعكم وانتم اللي مقيديني، ياك اخويا. سمع سعادة الشاف، نقولك الصراحة، هذا هو اللي تجارنا بجوج، تشربنا، تعطينا الفلوس باش نساو، تدير لنا كلشي، هذا هذا، ولد عبد، هي الشاف ما دايره والو، انا ولد عبد تبداو تزعوا عليا. بلا ما تبقاو تطبخوا لي فراسي، هذا الشيء هذا عقلوا عليه مزيان، وغدا ملي تقدموا عند الوكيل وقولوا لي. السلام عليكم. صحيح الوالدين ديالك. الله ينساك، والله ما دايرين شي حاجة. تتخبط أسعد، وزوين تصيفطنا، وهي اللي مقيدانا في كل شيء، وتقول لي أنا حدا دايرين أش دايرين حنايا. بنادم اللي موش على ولاده ولا على بلاده، راه اللي ضربات الحجوبة الحبس، جباد أنا وياك. أودي أودي عبد الرجل أودي. سعد، والله ما كنت كيسحب لي بحال أنت بحال هكا. بصراحة وحق الله سمح لي بزاف على داكشي اللي كنت كنقول لك. فغيمون أنت راجل جاد بصح. هاني يا حجوب، انا متكلموش وحنا شحال هادي حنا رجال. تموت انت اخويا وتقتلني انايا، تصيفطني انايا وكتصيفطني انا رئيس عصابة. الله ولد عبد شي بقاي شي فيا، المهم ما زاكي القاسم على حسابي. حجوبة من واحد عشر سنين تسنايني.
شي لبدي تاتشي درتي معايا اليوم ولا حتى نتسناك مدى الحياة. مدى عبدي مصعبني هكا وكنت شدينا شحال هادي. الو نهيلة فين؟ صافا لاباس عليك هانية امورك بخير؟ شوفي داكشي اللي وعدتك به راه وصل، اجي تشوفيهم عجبك هو هذاك ما عجبكش نبدلو. هاي آه لا من كندا. يلا شوف فينك بعدا انت، هانتي خليك 5 مينوت انا عندك. يلا يلا باي باي. ولي هذا ما نقطع عليا نعاون صونيلي يكون على شكلاش. ابغى سادي تاني ولي عاوتاني نقطع لا نوض نقطع نعاون صونيلي هادي مسالية قبا ما فهمتش. ولي ما نوض نقطع عليا كنت في العالية زمان نعم صوني كيف الزمان؟ أنا دقيقة عالية شنو واقع؟ زيني تفضل مرحبا بك انت مرة لا ما فهمتينيش، أنا قلت لك بأن الفراش جاي من كندا ومازال معلق على يزور الطيارة وكذا تتعطل شوية راكي فاهمة، دابا زيد تفضلي ونعاود لك كلشي. أش قصيت مع حسن؟ أش قصيتي؟ زيد 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 ألو؟ أجي قولي لي بعدا، كي دايرين الدراري؟ لاباس اليوم؟ واش أنت كتسول على هاد الدراري؟ أمهم ما كتسولش عليهم؟ أه؟ ولا ما توحشتيهاش؟ انتي الله ينعس الشيطان، انتي راه كاين الكل في الكل، راه بلا بك راه ما كاين والو. اجي بعدا، شتك طولتي في هاد السلام، ما ناويش تجي ولا شنو؟ لا لا حبيبتي شوفي، كوني هانية، راه هاد الأيامات هادي إن شاء الله غادي نجي نشوفك. يلا واخا إن شاء الله، احنا نشوف. يلا بسلام عليك. السلام عليكم اخويا. عليكم السلام اختي، شحال بالخاطر؟ بغيت نسولك على مولشي عثمان. مولشي اختي ما سميتوش عثمان، سميتو محجوب. اولي على محجوب، سي عثمان اللي كنا جالسين انا وياه ذاك النهار. كنت لابسه الكحله، قلتي عليا. قول لي الشهيب، ذاك الزعر. وذاك اختي راه ما باترون ديالي ما والو. كيفاش ماشي باترون ديالك؟ واش باغي تحمقني؟ اختي ما عندي ما نخبي عليك. واجا عندي واحد قبل ما تجي انت وياه. يا سعد الصباح يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا الله يشريف بخير. صباح اخبرتي عنا خويا. الله يسهل عليك وغير معروف. فكرني في السميه بعدا. ماشي مهم السميه، شوف احتاجيت واحد البلا بغيتك تقضي معايا. مرحبا سي. المهم شوف بغيتك تقضي معايا واحد لافير بحلاوتك. مرحبا انا في ما كانت الفلوس نطيح معاك في البيت. شوف جاي عندي الصديقه ديالي وبغيتك دير معايا جيست واعر تعاملني بحال انا هو مول الملح وبحلاوتك طبعا هكا. تعطيني هالفلوس انا حسبك بوم وفي كلشي عشان تسير جيبها واجي سير. yeah. سير انا كنساينك. yeah. ثلاثة اربعة خد حالك في النهار النهار طالع يا سادي. بخير دير المهم بارك الله فيك. انا نعاونك انا نعاونك. لا لا شكرا والله على خير. شكرا بارك الله فيك. واحد مسكين ديما تشرب منا ونجي نعاونك. ما كديري في حالك كنت انا مشي لك عندك ديما كنعاود عليك نفس السنه كلشي اللي بارك غير ما عمرنا غادي يكون. ما عمرنا غادي يكون. ما عمرنا غادي يكون. شقة ثلاثة كندق على خويا ما كيجاوبنيش. سمعنا اختي ما عرفتوش.
واحد الدريره راه شويه صغير وعنده شويه هنا اللحيه. داك الشهيب انت اللي شفت طالعه معاه مؤخرا؟ هو هذاك راه جينا انا اللي شفنا الدار حيت غيتزوج بيا. غيتزوج بك واختي؟ على حساب عرفي انا راه هو مزوج. كيفاش مزوج؟ اش كتخربق عليا واختي؟ ما كاين ما نخبي عليك. وفين اصحابي؟ قول لي كدير الحركه في سلام مزيانه ولا باقا كيف ما كانت؟ راك عارفه اخي السيموس لا كي دايره، كتكون عساس ما بيك ما عليك، كتمشي تسخر منا ولا منا الشفار كيطلع لك الموبل، ما كتعرف من هكا من هكا. واخا عندنا اش غنقول لك، حنا جينا وهربنا من سلا. اخويا مشيت لكازا تهنيت شويه، واخا فيها شويه البلباله وكذا، ولكن الحمد لله على سلا، والله الا بخير الحمد لله. اجي اش كيدير عندكم الساعه 8 هنايا؟ شكون عارف اش كيدير اخي السيمو؟ يلا كرا شي 15 يوم على مالك كتعرفو؟ ويا اخي عندنا راه خدام في السيكتور ديالو هذا، خلي مرتو ولادو لهيا وجاي هنا ما عرفتش. على مال هذا مجوج اخي السيمو؟ والله اخي ما باينه فيه، وانا شتو اخي زهواني مع راسو كل مره كيطلع بنت للدار. وراه مزوج اخي عدنان وعنده واحد جوج البنيتات، وكيل بالله راه اخي عدنان. اخويا بنادم ما بقاش كيحشم، الله يعفو عليه وما صافيش لي نقول لك اخي السيمو، الله يعفو عليه. واش الدري اخي نمشي نتحركوا للقهوه والريحه؟ واخا الريحه اخويا وعندك غير يديروا القهوه ولا يديروا لك ويلي لي جدريري. ايوا ما بقى ما يعجب في هاد الدنيا هادي والله العظيم. سي طلع بلاك وشوف انت شو اشتري لي الفوق، قولي شنو نقول لخويا؟ الفلوس كاينه صافي، واش هادشي دابا يلاه نمشيو نجيبوها؟ اخلي عندك صريف اخاي، عشان علاش؟ حتى لا شديت وما خصهم حتى الغدا مزيانه. ايوا كل عاد هضر انا نصون الخوادريه نقول لها ما تقربش ليهم، قلت لها جبديهم ليا اصاحبي. اقول لها تخليها في بلاصتهم بلا ما تقاسهم. ما تجاوبش اخاي مول، فاش لي هاد السمره هادي؟ تاسوني ليها اصاحبي. اش تاسوني يا ريدي؟ وسوسه صوني اصون. خايد راه مول فاش ليه ما تجاوبنيش اخويا ريد؟ اش غدير؟ وانا نمشي للدار غنقد داكشي في يدي. سير اخي انا شو سير صافك؟ صافك وقت ما بغيتي معايط ليا غدا انا راه موجود. المهم خليهم لي انا للطرف باغي. يلا حي يلا على مولاي.
وشو خويا هم كنقلب عليك اخو مخلش عليك شقه مش صح احنا راهي صافي يا صاحبي صافي نسمع عندك ما دير يا صاحبي الصبر يا صاحبي داكشي اللي كاين وما عندك ما دير اخويا راه الغالب والله شو هو اللي كاين مالي يا اخي ماشي مشكل كان دير ما عندك ما دير اخويا الصبر وصافي الله يصبرك اخويا على خشم وصافي هادشي اللي نقول لك كاملين بقى فينا الحاله هاي اللي عندي يا صاحبي انا عارف اخويا راه تتقاتل عليها وانت راك عارف شنو كاين عندك ما دير هذا الشيء ديال هذه هي الحياه هاني يا صاحبي صافي صافي برد يا صاحبي برد يا صاحبي صافي ساعه شوي يجي لو تصريف ياك واش حنا في صريف دابا اخويا عبد الطيب ما عندي ما ندير بصريف دابا انت صريف راك محتاج ليه كثر مني انا ماشي مشكل نبقى كيهمني والو انا كيهمني هو انت يا دابا ما تقولش هكاك حنا رجال راه دوزنا كلمه الفلوس راه ديالك مابقاوش ديالي يعني. ملي قلت لك صافي عندك فلوس راه عندك فلوس لا صاحبي انت راك محتاج ليهم كثر مني دابا شوف ما بقات عندنا حتى شي حاجه دابا اللي ندير وحدي كانت عندنا اختنا خدامين عليها راه صافي مشات الله يرحمها والله يسمح لها شنقول الله يرحم الله وانا نشوفك انت مزيان وتحت قراصك اخويا اش غادي نقول لك اخويا انا يا خي اش نفكر دابا نمشي ما نمشيش نخليك انت ما باغيش نمشي انا يبقى بالي معاك وانا بقيت هنايا دابا مع هذا الخاطر اللي عندي دابا ندير شي حاجه ما يبغيهاش الله اللهم سير انت سير عليك الله اخويا سير الله يسر لك الامور خليني انا مع راسي بعد شويه راه نبدا باش حدايا انت اش غنديروا اخويا راه نخرجوا هكا حلوه المهم اخويا شوف بلا ما نبقاو دابا او انا هضروا نبقى نفقس في راسي عاوتاني يا راه معايا دبايا اليوم عندك وقيلا تخرج اليوم خارج اخاي بالليل هو ما كرهتش نديك معايا في جنبي انا ما باغيش نسمح فيك اصاحبي نمشي يبقى بالي معاك اصاحبي المهم اخويا راه شوف انا خصني نعطيك فلوس دابا خصني نطلع كازا ضروري ماشيني نعطيك فلوس انت سير الله يسهل عليك مشي كازا راه قضيت شي حاجه عندي تما ضروريه وديك الساعه من تفصل عيط لي اخويا ان شاء الله صافي ان شاء الله يلا نمشي نتحرك يلا عارف قالوا لي وقالوا لي ما نسواش جرت كل شي ومشيت لبعيد حيت عيادني هدرت الناس هدرت الناس عارف قالوا لي وقالوا لي ما نسواش جرت كل شي ومشيت لبعيد حيت عيادني هدرت الناس الناس راني مليت جريت ورا الملتا من العراضي راه نسيتو جريت ورا الحرام تا خلاني حبيتو دماغي محيتو تمام لي قاع ما اداني راه اديتو ماليا علاش يما ما عنديش الزر ماليا تهرسني فيما كنزيد خطوة لقدام كنخمم فهاد العيشة اللي فيها انا مقدام ماليا راني عايش بحالا في قبري ميات سول زاري غيقول لك كيتيك يا ماليا وقت اللي خلات هاد الشي يكون فيا خويا واحد دقيقة نهضر معاك ما تخافش غير بشوية هكا غير بشوية لا خونا واخد الراحة ديالك تامة زعما عليك ما قالها حتى هي واخد هي الراحة ديالك تامة كيفاش زعما لا شكرا في البيسي في الخدمة ديالي في الخدمة ديالي يا صاحبي عليك صاحبي هنينا بزاف باقا يفكر بطلات بزاف صاحبي وا زي زوار انت شنو غنديروا معايا هذا شنو غنديروا معايا صاحبي كما ديروا معايا صاحبي اصاحبي اسكت على اللحيه هنينا شويه من الارض صاحبي هنينا ماك صاحبي هنينا اخونا انت شكون انت اللي هاجم علينا بهذه الطريقه شكون انت بعدا شكون انت بعدا حشومه سمحوا لي ربي لا عبد واسع جات لك رساله ضو النهار وانت شمن حشومه سير غير من هنا ولا غنخلطوك معاه حتى انت جا نهضر معاكم اخو شي بالاداب صبر الحضره مشي بغاها ربي لا عبد زي زوار مال هذا مالو عرفتي شمالو Thank you.
انا شفت لك هذا، انا شفت تسنان الله يسلمك. امك قبيله اخويا كدير لي الصابه اخويا. الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. ادعيتك الله الزيزور ياخذ فيك الحق. تفو تفو على داك المسعبت اللي عرفني فيك النهار الاول. ريح خلي الشبار الاول اخويا. اسمح لنا هذا وتشوف راه ما نعاودش اخويا، نولي نصلي اخويا. انا صافي اخويا، نوض الفجر اخويا. انا سير عليك، سير عليك اخويا. شنو نديرو مع هذا؟ عاد الله خليه يمشي في حاله. سير 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 سرق سير اخويا. الله يعطيك الصحة. شنو كتعوز خويا؟ بغيت حنا نهضر اخويا. الله يخليك اخويا، الله يبارك فيك. كنت خايف على البيس. خايف على البيس؟ شكرا بزاف، عنده فيه خدم مزيان ياك. بعدا هو هذاك البيس يرجع عليك كلشي عندك، ولا تبغاهم يجيبو شي حاجه اخرى؟ لا لا كلشي خديته نضاد. ها هما صافي صافي. شكرا الله يحفظك. شكرا الصحة والراحة. خليني اخو نمشي نكمل ما كيشرف فيه الموت الجوع. الا بغيت نبدا ناكل ونشوفك في هاد الحالة باش نفوتك. الله يسهل عليك، الله يكبر بك. اجي بعدا ندير شي قهوة انا وياك. قهوة واخا ما جيتش عاود القهوة، المهم انا معايا نجي ساندويتش ديالو ونشريه معاك في القهوة ديك الساعة ان شاء الله. ما كاين لا ساندويتش لا والو، يلاه معايا كلشي على حسابي. يلاه ماشي مشكل، نسمعو داك الساندويتش نمشيو معاك. خير الله يحفظك. ما عرفتيناش عليك البطل. واش نقول لك تمشي بلاطي او بسكوت؟ لا ها ودسلا. واش يدير هنا في كازا؟ راك عارف مولاي الشريف كازا تبارك الله، راك الخدمه موجود. اه قولي جيت تقلب على شي خدمه. ايوا مرحبا بك. وي ولا لا الخدمه اللي جايبها انا وحق الله الحمد لله في 3 ايام كل خدمه، ولكن صافي ملي كيحرم عليك الرزق شي بلاصه خصك تبدلها. ولي فيها شي مشاكل وبقيت حامل نريح فيها بمر، قلت نبدل الاتجاه نشوف ربي شنو يدير لينا وصافي هادشي اللي كاين. وياه بعد ما كيجي على رزقو فين ما كان. اجي بعدا قول لي اش كتعرف دير؟ ويجي نقول لك شنو كنعرفو نديرو ما نساليوش. واسمع صناعي ورزق غاية، ولكن التخصص ديالي ديال بصح هو طباخ هو كوزين. قول لي يا سيدي كوزيني. هي بصراحة كيعجبني هاد الدومين ولكن ما كنعرفش ليه. هادشي عادي كل ربي شنو عطاك، اللي عطاك كوزيني، اللي عطاك نجار، نصاب، راك عارف شفار، كله الدومين ديالو. المهم هادشي اللي عطانا ربي في يدينا، واما اي حاجة أخرى كنديروها. مزيان تبارك الله عليك، الراجل فين ما كان تيحفر. اش دير؟ خلي لي النمره ديالك، الا احتجت شي حاجه غادي نصوني. مرحبا. طيب طيب صبرت الساعه. اميره جيب اختك وزيدي. انا جايه ماما. ويلا حبوب بنت، يلا بنتي، يلا يلا بنتي. اصبر اصبر عاود عاود عندك نشوف. اه صافي يلا زيدو بابا. اي 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 سكيت ديالي صافي. لا لا اميره واش فاش طاج غني مزيان شيري كومون سافا تي هو بيان سافا سا مارش. اجي بعدا هذا لقيتيني غدا عند ماما، البنات وحشو جداتهم غدا نبات هاد الليله. يلا تغدا عاد نجي. واش سكت عطلتي عليا؟ ايوا دابا البنات شحال هادي ما شفتهم، وانت بغيتي انا هاد النهار عاد ديهم عند ماماك. شو ماما مخلينا مع بابا؟ لا بغينا نمشيو عند الميمه. ايوا دابا شتي البنات دابا بغاو نمشيو عند الميمه ديالهم. خليها حتى الغدا ان شاء الله نجيو نجيبهم. صافي صافي العفريت ما توحشيش باباك ياك. دابا بابا جيب لي جيب لي جيب لي حسابي معاك انت هو الاخر. صافي حبيبه شوفي ما شدكمش، يلا ندوش نتكا شويه جيت عيان. صافي يا عسل يلا حتى الغدا نشوفكم ان شاء الله. يلا حبيبه اميره. صافي بابا ما تقلقش عليا، نمشيو غير نشوفو الميمه. صافي حبيبه ماشي مشكل. يلا حبيبه يلا سيري طريق سلام. يلا ترى غدا ان شاء الله. صافي يلا عندك ماما. احبيبه كوني خليتيني مع بابا يبقى فيه الحال. وصافي دابا زيدي بركه من البساله، دابا غادي نمشيو نشوفو الميمه وغدا غادي نجيو عند باباك. يلا زيدي السلام عليكم. كيداير السي عثمان؟ معك عبد اللطيف. اهلا اهلا البطل ديالنا، كي داير؟ لاباس عليك؟ اسمح لي السي عثمان صونيتك في هاد الليلة، راه عي وحالت انا في كازا وما عندي من نعيط، كنت نعيط لك انت. اه
حتى جيتينا اخويا مرحبا. الله يودي بكل فرح، خيرك سابق عليا. امر راه طاح ليا هنايا اللي في كازا، وحلت الصراحه ما لقيت لي عاوني وما لقيتش فين نجلس، قلت نعيط لك نشوف شنو واش تقدر تعاوننا ولا لا. اجي مرحبا عندك في داري، مرحبا والف مرحبا. نيت يلاه افتتحت واحد الجلسه وبغيت اللي يونسني وانا نسندك. الله يحفظك، الله يسهل امرك، وصيفتي لوكاليزاسيون انا ما عارفش ني مزيان، وان شاء الله شويه الوقت غنكون عندك. لوكاليزاسيون دابا نصيفطها لك. يلا ابيانتو. يلا سي عثمان الله يرحم لك الوالد، انا شويه نكون عندك. واه يا راه كتسنى لوكاليزاسيون. مرحبا سي عبد الناظم، تفضل. اسمح لي نعرف لك معنا وصلنا. يا ودي محتاج شي واحد يونسني، واحسن واحد هو انت. الله يحفظك سي عثمان، والله الا حشمان منك وحق الله يسمح لي نوصل. ماشي مشكلة سي عبد الناظم، اصلا خيرك صابق، وداكشي اللي درتي في الصباح راه ما نسيتوش. اشنو تفتحت معايا الجلسة ولا تجلس تفرج فيا؟ واش غنقولك سي عثمان، حنا ما معولينش شحال هادي بيني وبين العجب هذا، شي مشكل نديرها في يد الله ونتواتوا معاك. وبلاتي بلاتي ما غاديش نسني، غنجيبك واحد الكاس ملاكي وتستاهلو، ما كيشربش منو اي واحد، ولكن انت غادي تشرب منو اليوم ان شاء الله. انت سيدي هاد جوج كيسات جايين من سويسرا. الله يسعدك سي عثمان. قول لي من الصيك ولا من الميرونجي؟ لا لا ما درتش لي انا اللي تقول لك شباب، مع الصيك دير لي الصيك. الله يسعدك، دخلنا عليها دخلنا عليها، اللهم نحضرها دخل الوقت. هاكا سيدي بالصحة والعافية. هاكا سيدي. المهم هادشي اللي كاين واش نهول عليه؟ واي لاخي الجوكي، اش كتعرف على خوك كالوش اصاحبي؟ عارفكم راضي انا صاحبي. وقول لي بعدا كيفاش غاتمشي الطريق؟ انا غدا غنمشي ان شاء الله. ياك بيناتنا واتساب على القرص خصك تكون معايا. اصاحبي شوف سيت لي لوكاليزاسيون انتريتي لك لافير. سي زوار نعول عليك معاك انا. شوف سي زوار ضربوا على حسابك صاحبي. سير راحي كالوش سير. الله يسلمك. يلاه شوف سمعنا غنمشي ندير حوايج ونتلاقاو صافي. مرحبا. صافي يا صاحبي راه صحتي بصح راه سي عثمان راه تسمح لي راه فين ما نقدرش نجلس هناك في الدار ونمشي. لا شوف عندنا كنسى نجلس مجموعة مكرهتش انا والله مكرهتش بالله والله هي مكرهت نجلس معاك ولكن خصني ضروري نمشي عرفتي طاح لي واحد لان فراسي وتفكرت شي حاجة خليتي تما ما نقدرش نجلس معاك أكثر من هناك كرهتش نجلس معاك واش كاين شي واحد كراهي باش كون خير هذا. واش نقول لك انت تعرف ومرحبا بك في اي نهار. الله يسهل عليك سي عثمان. انشانتي. بصحة وراحة. ميرسي بوكو اسيدي. شنو بغيت نقول لك؟ ست موراك الباب. واحد واحد واحد. خويا سمح لي بزاف، عارف هادشي اللي درت ما كيبغي لا ربي لا عبدو، ولكن ماشي الخاطر داك السيد اللي وعدني بالزواج كذب عليا وتفلى عليا ولقيتو مزوج وعندو جوج بنات، وانت خويا قريتيني وتعذبتي عليا بزاف، ما رضيتش ما قديتش نواجهك نقول لك بهادشي اللي وقع. انا عندي طالب واحد هو تاخذ لي حقي وترزي في حياته كيما رزاني في حياتي. قلب الورقه وغتلقى فيها السميه والكنيه والعنوان فين ساكن. وسمح لي بزاف اخويا، غتبقى عزيزه عليا، انت اعز انسان عندي في حياتي.